حياه محمد نسيم كراجل مخابرات ظلت سريه جدا، لم نعرف عنها الا القليل جدا فيما بعد. ولكن في وقعه مهمه جدا في حياته وهو طالب في المدرسه الحربيه، كشفت ان ارتباط محمد نسيم بالدراما لم يبدا برأفت الهجان. في وقعه مهمه جدا لو تفتكروا فيلم رد قلبي، وقعت يعني الكسر الضلع لما كان بيتلعب ملاكمه وكسر ضلعه. يعني الواقعه دي لو تعرفها ان دي واقعه حصلت فعليا مع محمد نسيم. يعني هو كان في مباراه الملاكمه وكسر ايده، كفه اتكسر وكمل المباراه لانه ما كانش عاوز يسمح لنفسه بالهزيمه، رفض فكره الهزيمه اساسا. واللي كان صديق له او معاه وشافه كان يوسف السباعي، انبهر بالموقف فنقله في فيلم رد قلبي مع شكري سرحان. هو اتعلم البوكس قبل ما يخش الجيش، اتنقل كان فترة الشباب من والده. البوكس دي برضو مواجهة، فيها مواجهات، وما يخافش اللي قصاده، ما يخافش منه، بالعكس ده لازم يهاجم. هو كان هجومي برضو، وكان برضو بيلعب رياضة تانية أثناء السعادية، الهوكي، وكان بطل في الهوكي، وأخوه كمان كان بطل أولمبي في الووتر بولو في السباحة. أخوه أحمد فؤاد نسيم الأكبر منه استشهد في الطيارة اللي كان مفروض تيجي بعد طيارة المشير عبد الحكيم عامر، حصل تغيير فجائي وخلوا الطيارة اللي فيها الحرس اللي هو أخو محمد نسيم كان فيها تسافر قبليه، وانضربت في الجو. ولد محمد نسيم، ولدين، مش عارف هما فين، أصيب بالسكر.